السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنتكلمو على واحد الكومبليمون اليمونتيغ واحد اخر كي تري تري امبورطون، مهم جدا، اللي هو البروبيوتيك. كنا كنعرفو ان الجسم ديالنا كيحتوي على بزاف ديال البكتيريا، تقريبا راه تيقولوا 300 تريليون بكتيريا اللي عايشين في الجسم ديالنا. كاين الاغلبيه كاينين في الامعاء ديالنا. الو، كاين فيهم اللي ما تيضرش، وكاين فيهم اللي نافع، دونك بكتيريا نافعه او بكتيريا صديقه، وكاين قليل فيهم اللي كيسون نوسيف، اللي كيضروا زعما غير اللي ضارين غير نافعين. شنو هما هاد لي بروبيوتيك؟ شنو هما؟ دونك هما سو سون دي ميكرو اورغانيزم، دونك واحد كائنات صغيره بزاف كيكونوا في لو كور ديالنا، غالبا تيكونوا هما اما دي باكتيري ولا خمائر. المشهورين اللي كاين هو، دونك المشهورين هما اللاكتوباسيلوس، بيفيدوباكتيريا، لاسيدوفيلوس، هادو هما المشهورين. كيفاش تيخدموا؟ الوغ الوقيت اللي تيدخلوا لو كور ديالنا، هما تيبداو يخدموا الأسلحة ديالهم وتيخدموا مع المناعة باش يحاربوا جميع الميكروبات الضارة وجميع الأشياء اللي داخلة غير صديقة، تيحاربوها وتيحسنوا كذلك من المردودية ديال الجسم ديالنا. كيفاش نعرف أنا عندي بروبيوتيك مزيانة في الكور ديالي؟ ألو لي زيتود تيقولوا أن ملي كيكون عندنا لو بروبيوتيك من الامعاء ديالنا، هو واحد لو سين تري امبورطون، دونك واحد المؤشر كيقول لنا انك راه عندك صحه جيده. الوغ كتبان لنا طبيعه الحال اول حاجه هي نمط عيش كامل، ولكن الاغلبيه ديال لي زيتود كيقول لك تيكون عندك ان بوا مزيان، تيكون عندك اون بون ديجيستيون، دونك كيكون واحد الهضم مزيان. ثاني حاجه، ثالث حاجه تيكون عندك المناعه مزيانه. رابع حاجه تيكون عندك ام بيل بو، صافي تكون البشره مزيانه، دونك نقيه ما فيهاش بثور ما حتى حاجه، تيكون وتيكون تبارك الله انسان بصحه جيده، ما تتصابوش امراض هكا الموسميه ولا الامراض، ماشي دائما مريض كما تنقولوا. شنو هما الفوائد ديال البروبيوتيك؟ اول حاجه تعود الامعاء اكيليبري، يكون واحد التوازن في الامعاء، تيرونفورسيو المناعه. كاينين بعض البروبيوتيك لانهم كيساهموا باش الانزيمات يتبرودوا، لا برودكسيون ديال لي انزيم. كاينين بعض البروبيوتيك اللي كيديروا لنا لا سينتيزيزاسيون ديال لي فيتامين، دونك كيحلوا لي فيتامين، سورتو الفيتامين ك والفيتامين بي، باش الجسم ديالنا يابسوربيهم. يحاربوا اوسي لا بروليفيراسيون، داك التوالد ديال الميكروبات ودوك لي اورغانيزم الضارين. تي ريغولاريزي ولا اكتيفيتي ديال الانتستان. فين تلقاو لي بروبيوتيك؟ الوغ لي بروبيوتيك تلقاهم اما في المواد الطبيعيه اما في المواد هكا فارماسيوتيك. دونك تلقاهم في المواد فارماسيوتيك على شكل هكا كابسولات اولا حبات. احسن حاجه هما هاد اللي تيكونوا كاتبين هنايا، قد ما كانوا اكثر من 2 المليون قد ما مزيان، هادشي اللي كان قال لي الطبيب. كاين واحد في المغرب زوين دابا نبارطاجيه معكم، دابا كنت كناخذو في المغرب، دابا نبارطاجي معكم الصوره ديالو. دونك هذا اول حاجه. ثاني حاجه كنلقاهم في الاشياء الطبيعيه، فحال ياغورت، فحال ياغورت دونك تيكونوا هنا كاتبين فوالا كولتور باكتيريان اكتيف، فوالا دونك هنا تيكونوا في الياغورت الناس اللي تياكلوا المشتقات الحليبيه، تيكون في الفروماج بزاف، الفروماج في العسل، تيكون في الكيفير، واحد الفطر هندي حتى هو كنت جربتو حتى هو مهم، تعودوا عليه بزاف دابا الناس ولاو تيتعطاو ليه بزاف. وكاينه اوسي في الخميره البلديه، دونك الخميره البلديه ديالنا هي احسن بروبيوتيك اللي يقدر الواحد ياخذو. بيان سور تقدروا تشوفوا الدكتور الفايد شنو تيقول عليه بروبيوتيك ديال الخميره البلديه، دونك شي حاجه اللي فريمون امبورطونت. واش عنده هاد لي بروبيوتيك؟ عنده اضرار جانبيه. اي حاجه عندها اضرار جانبيه خص الواحد يعرف كيفاش ياكلها. دونك كاينين الناس اللي كدير لهم الالرجي، كاينين دي باكتيري اللي كيديروا لهم الالرجي. اوسي لا سور كونسوماسيون، الواحد الا كل منهم بزاف راه يفو فيه اتونسيون، خصو يشوف مع الطبيب ديالو شحال خصو ياكل منهم.
او تاني لي زونفون ما خصهمش الاطفال خصهم حتى هما يتشاوروا مع الميدسان يشوفوا لا دوز اللي خصو ياكلها بالضبط. اخر حاجه هما الناس اللي عندهم مناعه قليله يردوا البال من هاد هاد المستحضرات ويتشاوروا مع الطبيب ديالهم عاده ياخذوا هادشي. بالنسبه للمرضى ديال الاخ سي اش الو كاينين دي زيتود بينو انهم فريمون دي زيتود على الناس اللي كان عندهم الار سي اش واللي كانوا تناولوا هاد لي بروبيوتيك لمده طويله دونك دي زيفي بينيفيك بانوا على هاد الناس اللي كانت عندهم الار سي اش منهم لاميليوراسيون ديال ترانزيت انتستينال دونك هذاك العمليه ديال اللي كدوز في الامعاء كدوز بواحد الطريقه سلسه وسهله كتعاون الناس باش ما كتجيهمش لا كونستيباسيون اي اوسي الناس كتعاونهم اللي كتجيهم لا دياري باش تباعد بين النزلات ديال لي دياري. واحد الحاجه اخرى سكو بزاف ديال كاينين دي زيتود بينو انهم عندها تاثير كذلك على محاربه لي زولسير ديال المعده وديال المسران دونك ديال الامعاء. واخر ايتود بينات انها مهمه عندها تاثير فعال على الناس اللي كانت عندهم بعض الانواع ديال الامراض الجلديه بحال الاكزيما ولا شي حاجه بحال هكا دونك عاوناتهم باش يتخطاو هاد الامراض. وعن تجربتي الخاصه انا ما كنفرقهمش صراحه ما كنفرقش يا هادو يا الخميره البلديه. حاجه وحده بور الخميره البلديه ما تناكلهاش ملي تكون فيها الهجمه. هادشي هاد البروبيوتيك تي سورتو طبيعي كيدير بعض المرات الغازات دونك كنحاول انا نبتعد على اي حاجه فيها الغازات بوندون الهجمه بوندون لا كريز. ولكن انا امتى اكتشفت لي بروبيوتيك مزيانين ملي كنت كناخذ لو تريتمون ديال الكورتيكويد باش تنقص عليا لو سينيومون النزيف ديال الدم ولا كريز كنت كناخذ الكورتيكويد. والكورتيكويد كيف ما كتعرفوا كاملين انه كيقتل جميع الغشاء ديال الامعاء وجميع البكتيريات وجميع كلشي دونك كان ضروري خصني ناخذ معاه البروبيوتيك باش يعاون لو كور ديالي باش يعاود يدير يرجع لو فونكسيونمون ديالو نورمال. دونك من تما بديت كناخذو ما كنحيدوش كناخذو مع الدواء كناخذو مع البونتازا كناخذو مع الكورتيكويد كناخذو دائما كناخذ حبه وسط النهار وسط الماكله دائما وكيعاونك باش تولي عندك المناعه حيت حنا عندنا بروبليم في المناعه عندنا سي مالادي ايمونيتير دونك كتحاول تريغولاريزي يعني كتنظم ديك المناعه الداخليه ديالنا و اوسي كتعطيك القوه كتعطيك لان الفيتامين كيمتصو كيتمصو كتقوي لك المناعه دونك كونتر لي فيروس بحال دابا ديال البرد ديال اي حاجه يعني شي حاجه اللي مهمه زوينه ومفيده وكاينه في جميع سورتو الناس اللي كياكلوا علاش ما ياخذوش الياغورت. ياغورت شي حاجه يصاوبوها في الدار ولا يشريوها شي حاجه اللي سميتو اللي سهله وقريبه لينا. هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم نتمنى تكونوا دائما بصحة جيدة ودائما ما تنساوش تبارطاجيو معنا نتوما تجربتكم مع البروبيوتيك وكيفاش كديروا باش كتاخدوهم وكتاخدوهم على شكل أقراص ولا على شكل طبيعي وكيفاش نفعوكم أو لا كيفاش ضروكم. كنشكركم بزاف على تفاعل ديالكم وكنشكركم على لي كومونتير ديالكم ونتمنىكم تكونوا دائما بصحة جيدة وإلى اللقاء إن شاء الله. سلامة.